أكدت مصادر في قوات البيشمركة انسحاب قوات تابعة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني من مواقعها دون قتال. المصادر أكدت أن قوات في البيشمركة كانت متمركزة في مناطق استراتيجية انسحبت منها بالاتفاق مع القوات العراقية دون قتال، ما سمح للقوات الاتحادية بدخول تلك المناطق وفرض سيطرتها عليها. فيما أكدت مصادر محلية في كركوك أن مسلحين كرد أطلقوا النار على القوات المنسحبة.